السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورائي. النهاردة حبايبي عندي وصفة جميلة جدا. الوصفة دي هتكون يعني القضاء كده على الربو والحساسية الصدر اللي بيعاني من حساسية الصدر. طبعا الوصفة دي هيكون فيها معانا الأساسي هيبقى هو البان الذكر. طبعا ليه فوائد جميلة جدا جدا. فالنهارده حبيت ان انا اقدم لكم الوصفه ديت لان في ناس كتير بتعاني من المشكله ديت وبيعانوا من حساسيه الصدر والربو، فعشان كده حبيت ان انا اقدم لكم الوصفه ديت النهارده حبايبي، وربنا يشفي كل مريض. ده اول حاجه حبايبي يعني هنقدم لكم مشروب كده اهوت من لبان الذكر. هتجيبي معلقتين كده كبار منه وتنقعيهم بقى على رطل ميه يعني من بالليل كده للصبح، وتبدأي بقى بعد كده اهوت اللي انت بتاخدي المية بتاعته وتبدأي اللي انت بتشربيها الصبح كده اهوت على الريق. دي كده حبايبي بالنسبة للمشروب. طبعا يعني مش بتحليه ولا حاجة، بتشربيه كده زي ما هو. في بقى حاجة كمان هيبقى بقى ايه ديت، هتبقى بديل اللي هي البخاخة. بتجيبي شوية لبان ذكر برضو زي معلقتين كده برضو، بتحطيهم في مية سخنة، بتغليهم يعني في مية، بتبدأي بقى اللي هو البخار اللي بيطلع دهوت، بتبدأي اللي انت تستنشق البخار دهوت. دي كده يعني بتريح برضو الصدر برضو. وجميلة جدا. يعني لبان الذكر ليه فوائد جميلة جدا حبايبي. حبيت بس ان انا اعمل معاكم الفيديو ده النهارده واشارككم بالوصفه ديت، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو، وبحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الورائي وندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره لو الفيديو عجبكم حبايبي ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.